وسط أجواء روحانية دينية، تعالت أصوات رواد مسجد كتشاوى العتيق بالعاصمة بالتكبير بمختلف التلبية، مكبرين ومهللين رب العرش العظيم منذ فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام أنتم بخير والأمة الإسلامية كامل إن شاء الله، وإن شاء الله رب العالمين يعيدوا علينا بالخير والبركات، وإن شاء الله نعيدوا كامل جميع الدول الإسلامية وخاصة بالجزائر وإخواننا في غزة نورمال، ربي يحفظهم إن شاء الله ربي ينصرهم. عيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير والأمة العربية الإسلامية، وإن شاء الله الشعب الفلسطيني بالدعاء هذه إن شاء الله والأمة قاع إن شاء الله بخير. صح عيدكم، كل عام أنتم بخير، لا قبل من الجاي. صح عيدكم، تقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير، تعيدوا وتعودوا إن شاء الله، وإن شاء الله يا ربي يحروا أخواننا فلسطين، إن شاء الله يعيدوا ويعودوا، إن شاء الله يتحروا، إن شاء الله ربي يحفظكم. أجواء أخوية، عناق وتغافر، ليتوجه بعدها المواطنون إلى نحر الأضاحي وسط أجواء من البهجة. صح عيدكم، كل عام وانتم بخير، تعيدوا بالصحة والهنا يا أخويا جميع الأمة الإسلامية، يا أخو أعاد الله علينا وعليكم إن شاء الله. صح عيدكم خويا، تعيدوا بالصحة والهنا، بحياتكم حياة الوالدين، العقوبة العام الجاي إن شاء الله، مرحبا بكم في حومتنا، وهذوما الأجواء تاع الأضحية. للعيد مقام رفيع عند الجزائريين، ليس فقط لكونه شريعة دينية، بل فرصة لإدخال الفرحة في قلوب الأطفال وصلة الأرحام.